بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من أهل القرآن الكريم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. وبعد، قال: أما الفصل الثالث من فصول سيرة يوسف أو قصة يوسف فهي من القصر إلى السجن مظلوماً. الفصل الثاني من البئر إلى القصر معززاً كريماً، وذلك مروراً بفتنة امرأة العزيز لما أصبح شاباً مكتمل الرجولة. تعرض لفتنة امرأة العزيز، ولعلها من أعظم ما تعرض له من الفتن. امرأة جميلة جداً جداً جداً، وذات منصب عالٍ عالٍ، هي زوجة سيده، هي سيدته التي ربته في بيتها. قيل أنه جاء عمره 12 عاماً في أقصى تقدير، وقيل أقل من ذلك، إلى مصر. نحن نتحدث عندما راودته عن نفسه كان في 30 أو 20 من عمره، يعني عاش تحت أنظارها 10 سنوات تقريباً. وربما سبقت تلك المحاولات أو تلك المحاولة الآثمة منها إشارات وتعبيرات رفضها يوسف، فلم تعد تصبر وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب، مش غلقت، غلقت، يعني من الداخل وبشدة، لا يستطيع أحد من الخارج أن يدخل، وليس باب، أبواب. وقالت: هيت لك. لا أحد من المفسرين يستطيع أن يشرح، وأنا لست مفسر وإنما ناقل، يستطيع أن يشرح كلمة هيت لك. هيت لك يعني أنا جاهزة لأن تعاملني معاملة الزوج لزوجتي، وفي هذا القدر كفاية. يعني وقفت أمامه عارية أو شبه عارية في أبهى زينة، وهو شاب مكتمل الرجولة، عبد فقير غريب، المفروض به أن يمتثل أمرها، ومع ذلك قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، أنا لا يمكن أن أرتكب هذه المعصية حتى ولو لم تكن خيانة لسيدي الذي أكرمني. كيف هي معصية لله وخيانة لي سيدي؟ مستحيل. وهذا يقطع الحجة على أي شاب يقول: والله رأيت امرأة حسناء فلم أصبر فزنيت بها. يا أخي، أنت أردت أن تزني؟ لو أردت أن تستعصم لعصمك الله. فهذا يوسف أحواله مهما كانت أحوالك أسوأ، والفتنة التي تعرض إليها أعظم بكثير من فتنتك، وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: 7 يظلهم الله في ظله، وما لا ظل إلا ظله. أحدهم وشاب أو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، معناته هذا الفعل يمكنه أن يتكرر ويستطيعه أي شاب مؤمن، طبعا بصعوبة بصعوبة، لأنه لو لم يكن ممكنا لما كلفنا الله به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو لم يكن ممكنا لما حدثنا رسول الله أن هناك من سيفعل هذا الفعل وسيكون في ظل عرش الله. وشاب أو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته هي، الأصل أن الرجل يسعى وراء المرأة، لك هنا المرأة تسعى وراء الرجل، فقال: إني أخاف الله. ويوسف أصر على هذا الرفض والامتناع، لا نريد أن ندخل بالتفاصيل ذكرناها، دفع ثمناً لذلك، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. ما إن فتح يوسف الباب ليهرب، إذا بالزوج، زوج تلك المرأة، سيد يوسف. لكن القرآن، انظر إلى تكريم الأنبياء، عندما قال: راودته التي هو في بيتها، ما قال: راودته سيدته، حفظاً لمقام يوسف. وعندما فتح الباب ألفيا سيدها، يعني زوجها، ما قال سيده، شوف حفظ المقام. وفي عنا ناس لا يتأدبون مع الأنبياء إطلاقا. محمد
ورسول الله والله قال لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم. محمد يا أخي محمد منو ده؟ صديقك يا قليل الأدب يا قليل الإيمان يا قليل الأحساس بالشعور القرآني. انظر إلى أدب القرآن مع الأنبياء فكيف بأدبك أنت؟ رسول الله بشر. أكملها أكملها ويحك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال علماؤنا من قال إنما أنا بشر ووقف فهو سيء الأدب مع رسول الله. أنا بشر منكم مثلكم أمرض وآكل كما تأكلون أشرب كما تشربون غير أني يوحى إلي معصوم بالرسالة. وإلا إذن كيف تفسر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ هذا مثلنا، هو مثلنا في بشريته متميز عنا في رسالته ونبوته. أكملها، لا تقل بشر مثلنا، والله أنت سيء الأدب وأنت تحتاج إلى عقوبة ولو كنت في صورة عالم. قل بشر مثلكم يوحى إليه، محمد بشر وليس كالبشر، فهو ياقوتة والناس كالحجر. الياقوت أصله حجر لكنه تطور 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 فأصبح حجر كريم. أليس من الحماقة أن تمسك بقطعة ألماس وتقول هذه حجر؟ الناس يحسبون أنك ماذا؟ مجنون. قل هذا حجر كريم، هذا بشر رسول. أيوة، ما تقل لي بشر بشر. ليت عمر بن الخطاب سمعك في هذه البشر لفعل ما ينبغي أن يفعل. مهم، فانظر إلى أدب القرآن الذي يعلمنا إياه. الفيا هو سيدها وسيده، لكن قال الفيا سيدها لدى الباب وليبين لنا الحرج الذي وقعت فيه، لأن يوسف لم يفعل شيء لكن هي شبه عارية أو عارية. فتح الباب وكانت وحدها مع يوسف فيه، وهنا فورا اتهمت يوسف، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. هنا يوسف دافع عن نفسه، قال هي راودتني عن نفسي، شهد شاهد من أهلها. المهم انتهى الأمر بيوسف إلى السجن، قال ربي السجن أحبه إلي. وهذا الدرس الذي يجب أن نفهمه والعظة والعبرة، أن الجنة غالية ولا بد أن تدفع ثمن الدخول إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أنا عندي سلعة أريد أن أبيعها وتعبت في الحصول عليها وتعبت في صناعتها، أعطيكها مجانا؟ والله إن لم تدفع ثمنها ما في. أنت إذا أردت أن تذهب إلى بياع الطعمية، أديني بألف طعمية لكن ما في ألف، يعني يستهزئ بك ويطردك. لكن نحن كمسلمين نريد أن ندخل الجنة مجانا بدون ما ندفع الثمن، ليس هذا إلينا. ادفع الثمن، سددوا وقاربوا، استقيموا ولن تحصوا. لا نريدكم، الشرع يقول لنا لا أريدكم أنبياء، ولكن سددوا وقاربوا، استقيموا ولن تحصوا، اجتهدوا في العمل بأعلى ما تطيقون وأنا أغفر لكم ما نقص من ذلك. لكن لا تجتهدوا وتريد أن تدخل، مستحيل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الله عز وجل في القرآن قال: أفنجعل المسلمين، تريد أن تعيش كما تريد وتهوى ثم تجتمع في الجنة مع المتقين الذين حرموا أنفسهم المعاصي واجتهدوا في الطاعات؟ هذا عدل؟ الله من أسمائه العدل. أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ استفهام استنكاري، يعني لن نفعلها ولن نجعل هؤلاء كهؤلاء، هؤلاء في أعلى الجنان وأولئك في أسفل دركات النار. لذلك لا يضحك أحد على نفسه، الجنة لها ثمن، وسيدنا يوسف قبل أن يدفع الثمن وقال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ودخل السجن لكنه ناج من الفتنة. دخل السجن مظلوم عند الناس لكن بإرادته وتقدير ربه لينجو مما هو أسوأ، دخله فرحا مرفوع الرأس، لم يتلوث شرفي، لم أتنجس بالمعاصي، لم أغضب ربي، فليكن السجن والله راضي، ولا أريد فراش تلك المرأة والله علي غضبان. هذا هو المؤمن.
هذا الدرس البليغ. انتهى الدرس الفصل الأول ويوسف إلى السجن مظلوما لكن محفوظا من الفتنة. لذلك كل ما تقول سجن قل نعم لكن نجا مما هو أسوأ. السجن ليس عيبا بحد ذاته إن دخلته مظلوما. فأنبياء كيوسف سجنوا، وهذا من هوان الدنيا على الله، من هوان الدنيا على الله. الدنيا غير مهمة لله عز وجل، لذلك ممكن أن يحدث فيها أشياء كثيرة، لكن الآخرة لا يصح فيها إلا الصحيح ولا يعلو فيها إلا الحق. لكن في الدنيا يمكن أن يعلو الأندال والأبرار في السجون، هذا ممكن. من هوان الدنيا على الله إبراهيم ألقي في النار، من هوان الدنيا على الله حمل رأس يحيى ابن زكريا نبي ابن نبي إلى بغية من بغايا بني إسرائيل، من هوان الدنيا على الله أن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم سجن. هذه الدنيا تافهة ليس لها قدر عند الله. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. قارون أغنى الناس كان مؤمنا، وسيدنا أيوب الذي ضرب به المثل في الابتلاء والمرض كان نبيا. هذه الدنيا لا عبرة بها، فلا تحزن على شيء منها. دخل يوسف السجن ولكنه نجا من الفتنة. دخله مظلوما لكنه مؤمن، دخله مظلوما لكن تقيا نقيا كالثوب الأبيض لا غبار عليه. هذه المرحلة تؤدي بنا إلى الفصل الرابع، وهو الفصل الذي قضي كله في السجن بضع سنين، بضع من 3 إلى 9 سنوات، والأرجح أنه قضى فيها 7 سنوات وقيل 9. 7 سنوات كاملة في السجن، ولما أدخلوه السجن أدخلوه بغير محاكمة، وأدخلوه سجن فيما يعرف بأعرافنا الآن سجن عرفي، يعني لا نهاية له، مفتوح. لأن ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى يطمسوا فضيحة امرأة العزيز ولا يتحدث الناس بها. دفع الثمن يوسف لكنه مسرور لأنه نجا. حتى حين، يعني كم أنا في السجن؟ الله أعلم. خش، متى تخرج؟ 7 سنين ويوسف صابر محتسب، بل ولم يتغير، فهو قبل السجن محسن وفي السجن محسن وهو على حكم مصر محسن. فقال له صاحبي السجن إنا نراك من المحسنين. وهكذا المؤمن مهما تبدلت به الحال من فقر وغنى، من صحة ومرض، هو مؤمن محسن تقي صابر. في الغنى تقي صابر، ما يقول عندي قروش كثيرة يعد يرتكب المعاصي والموبقات، هذا ليس مؤمن. فإذا أصبح فقير بقي محسن، وربما يتقاسم اللقمة التي هو بأمس الحاجة إليه مع من هو مثله، ويطعمون الطعام على حبه، يعني على شدة حاجتهم إليه، مسكينا ويتيما. طيب مسكينا فهمناها، ويتيما فهمناها، أسيرا في ذلك الوقت، كل أسيرا في ذلك الوقت هو كافر مشرك، ومع ذلك يطعمونه لا يتركونه يجوع، أليس إنسانا؟ الروعة هنا، مسكينا مؤمنا مسكينا ماشي الحال، يتيما مؤمنا ماشي الحال، لكن أسيرا في ذلك الوقت لا يوجد حرب بين مؤمن ومؤمن، الحرب بين المؤمنين والكفار. للأسف الآن الحروب بين المؤمنين الدرجة 5 عم تكون بين المؤمنين ببعض. لما كان المؤمنين نمبر 1 VIP تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في حروب بين المؤمنين بعض البعض. فالأسير في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضرورة هو إيش؟ كافر مشرك، ومع ذلك يطعمونه، ويطعمون الطعام على حبه، على شدة حاجتهم إليه، يتيما مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم. فيوسف بقي في أعلى مستويات الطمأنينة في السجن، مع أنه مظلوم غريب، متهم بتهمة، أبشع تهمة للشاب المستقيم أن يتهم في شرفه.
يعني يا محلى السرقة. أما الزاني بل مغتصب أراد اغتصاب سيئ، يا لطيف، سيئة جدا. ومع ذلك بقي محسنا يعلم الناس التوحيد ويدعو إلى الله وهو في السجن. ربنا ذكر لنا قصة صاحبي السجن اللي رأوا الرؤيا، لكن سيدنا يوسف ما عمل في الدعوة إلا مع هدول الاثنين. هدول الاثنين ذكروا مثالا لا للحصر. أما سيدنا يوسف دعا إلى الله كل من في السجن، وما ندري كم آمن على يديه في 7 سنوات، كم خرج من الظلمات إلى النور بدعوته في 7 سنوات. وهو وين؟ على منبر المسجد. أنا الآن أستطيع أن أدعو إلى الله على الطاولة أو على منبر المسجد، لكن إذا كنت في السجن أدعو إلى الله؟ إذن المؤمن محسن في كل زمان في كل مكان، ومهما كان الحال التي هو فيها، فقر، غنى، صحة، مرض، خمول، ذكر، جاه وسلطة، في أدنى المراتب هو محسن. محسن مع الله، والإحسان مع الله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومحسن مع الناس أي بخلق عظيم حسن. نعم. وأيضا من العظات والعبر في هذا الفصل المخيف، سجن، نؤكد على الثقة بالله. 7 سنوات مسجون سيدنا يوسف، ما قال مرة يا ربي أين وعدك لي، يا ربي أين هذا المقام العالي الذي سيسجد لي فيه الأب والأم والإخوة. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرة، فرضي وصبر. أما الفصل الخامس بين رؤيا الملك وبراءة يوسف من السجن إلى القصر عزيز مصر، يعني رئيس الوزراء أو المستشار أو نائب الملك. هو قطعا ليس الملك، الملك موجود لكن كل الأمور إليه، هو الملك الفعلي. يعني هلأ بلا تشبيه بلا تشبيه بلا تشبيه، مثل بريطانيا، الملكة تملك ولا تحكم، الحكم لرئيس الوزراء، برايم مينستر بالإنجليزي، صح؟ يا سلام. طيب، أصبح عزيز مصر، وعن طريق رؤيا رآها الملك. وهنا الدرس، دائما ثق بالله لا تثق بالأسباب. الأسباب ربما تخون وربما لا تأتي بنتيجة. ثق بالله فإن الله لا يخيب من وثق به وتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سيدنا يونس، سيدنا يوسف، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند، هذا سبب، صح؟ لأنه يعلم يقينا أن هذا الرجل سيخرج من السجن إلى قصر الملك في أقرب الحالات إليه، هو الساقي. إني أراني أعصر خمرة. قال فلما طلب منه واطمأن إلى السبب وخف توكله قليلا فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن 7 سنين. أحيانا واحدنا يمرض فيذهب إلى أفضل بروفيسور ويعمل العملية في أرقى مشفى وربما في أمريكا أو بريطانيا، وتأتي النتيجة سالبة، مات رحمه الله. الأسباب أحياناً تخون تفشل، الأسباب ليست هي القدر، القدر بيد. لذلك أن تتخذ الأسباب لكن لا تتوكل إلا على الله. يوسف قال اذكرني عند ربك، طيب أنساه الشيطان ذكر ربه، أم كانت النتيجة 7 سنين في السجن؟ لما أراد الله جعل سبب خروجه سبب لا يكاد يخطر على بال. منام رآه الملك، حدا بيطلع من السجن بمنام؟ لكن الله على كل شيء قدير. أما الأسباب ربما تخذلك، خذ الأسباب، نحن لا نقول اترك الأسباب، لكن لا تعلق قلبك إلا بالله. اذهب إلى أفضل طبيب تستطيع دفع قروشه، الآن الطبيب كشفيته 10 و15 و20، يا أخي أنا ما قادر، أذهب إلى المستوصف تبع 5، هذا يا ربي ما، لكن الشافي يا ربي أنت ليس هو. وأشتري أفضل دواء يكتبه لي مما أملك، لكن هذا سبب، أما الشافي
فإذا اعتقدت أن الشافي هو الطبيب ربما يخطئ في التشخيص، هو بشر، يعطيك دواء يجب أن لا تأخذه يكون سبب تلفك وليس سبب شفائك، وربما الدواء بالنسبة لك أنت بالذات لا يأتي بنتيجة مع أنه مجرب ومختبر بيقول لك هذا الدواء جاب نتيجة 98%، إذا شاء الله كنت أنت 2% اللي ما بيجيب نتيجة معه، ودواء ميد إن يو إس آ لكن الله لم يقدر فيه الشفاء. اتخذ الأسباب وقلبك مع الله. هذا من أعظم الدروس في المرحلة الرابعة. خرج برؤيا ملك وقال الذي ادكر بعد أمة بعد زمن طويل أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فذهبوا إلى يوسف، وهنا الدرس الأخير في هذا الفصل. يوسف من إحسانه وتقواه وورعه لم يساومهم، لم يقل لهم والله لا أخبركم حتى تخرجوني من السجن، بل لم يعاتب هذا الذي نجا، يا مشحر 7 سنين نسيتني الآن تذكرتني لما صار لك حاجة، ما قالها يوسف. مجرد ما قال له يوسف أيها الصديق أفتنا، فورا أفتاه بالرؤية، بل وضع له خطة كيف يتعاملون مع السنوات العجاف. كان يوسف يمكن أن يكتفي بأن يفسر الرؤية، 7 بقرات سمان 7 سنين خصب، 7 بقرات عجاف يعني سنوات عجاف، ما اكتفى. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما، الله أكبر، يعني فسر الرؤيا ووضع لهم خطة كاملة لمكافحة 7 الشداد، وزادهم ما لم يذكر في الرؤيا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، هذا ما ذكر بالرؤيا. فلما الملك سمع هذا الكلام، هذا ما كلام زول عادي إطلاقا، هذا كلام إنسان عالم يستطيع أن يخطط على مستوى دولة وعنده علم ليس محصورا بعلم الرؤيا، من أين أتى ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون؟ إذن هذا ليس فقط علم تأويل الرؤيا، هذا الرجل خطير جدا. وقال الملك ائتوني به. هنا يوسف قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، أنا دخلت السجن مظلوما لكن لن أخرج السجن بواسطة، لا أريد أن أخرج إلا بعد أن يتولى الملك فتح تحقيق عادل وأخرج بريئا من السجن، لا أريد أن يقال خرج لأن الملك شفع له، لا 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 لا، ما داير المنية دي. هنا الملك استغرب، إنسان في السجن يأبى أن يخرج من السجن للقاء الملك، يعني من أدنى مرتبة إلى أعلى مرتبة. ففورا شكل لجنة تحقيق هو رأسها وجمع النسوة، ما خطبكن؟ هو يخاطبه. فاضطررنا للاعتراف، واعترفت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، وأرسل إلى يوسف بعد أن أعلن في المملكة أن يوسف بريء 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 وقضى 7 سنوات في السجن ظلما. عندها خرج يوسف، فقال الملك مرة ثانية، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، هذا رجل عجيب لابد أن يكون هنا، هذا ليس مكانه في السجن. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.